السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج صحبة وأنا معهم. الحقيقة النهاردة في حلقة النهاردة حبينا بناء على طلب السادة المشاهدين إن احنا نتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع هو علاقة الكبد والجهاز الهضمي بفيروس كورونا. الموضوع ده مهم جدا للناس، يعني احنا كنا في الحلقات السابقة اتكلمنا عن مرض الكبد، عفوا مرض القلب، واتكلمنا عن السكر والضغط والصدر، لكن ناس كتيرة جدا قالت لنا طب اللي عندهم الكبد والكلى والجهاز الهضمي هل الكورونا بتأثر فيه؟ عشان كده اللي احنا حبينا ان احنا النهارده نتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور عادل الركيب، استشاري واستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب بجامعه الازهر. اهلا بك يا فندم ومرحبا بحضرتك. اهلا بك. لكن خلوني قبل ما نتكلم مع الدكتور خلوني ان انا اقول لكم حاجتين اتنين. اول حاجه خليني ان انا اقول ان لابد ان احنا يعني دايما بنسمع سمعنا عن حاجه، وده برضه هنسال فيه الدكتور عادل، اسمها البروتوكول الصحي. البروتوكول الصحي اللي عاملاه منظمة الصحة العالمية وكل وزارات الصحة في العالم ماشية بيه، اللي هو ايه؟ التباعد الاجتماعي. التباعد يعني ايه؟ خليك في البيت، خليك في البيت، اللي هو عنوان حلقتنا برضو النهاردة، اللي احنا بنقول لازم تقعد في بيتك. لازم تقعد في بيتك ليه؟ علشان تتجنب الآثار الخطيرة اللي ايه بتحدث من مرض او فيروس كورونا. كورونا ما بيسيبش لا كبير لا صغير لا اي حد، كورونا عاوز اللي فقط لا غير اللي انت تطبق البروتوكول. البروتوكول بيقول ايه في البروتوكول الصحي؟ البروتوكول الصحي بيقول ايه؟ التالي، وهو ابعد عن اعتزل واقعد في بيتك، ما تنزلش الا للضروره. لو حسيت ان درجه حرارتك وصلت فوق ال 36 يعني 37 وبدينا نخش في ال 38 لازم الحق نفسي واروح الحميات او اروح للدكتور. عندي سعال، عندي كحه محبوسه، عندي وعندي 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 وعندي، فلازم في هذه اللحظه ان انا لازم اجري للمستشفى. طبعا من البروتوكول الصحي اللي موجود غسيل الايدين، التهويه وغسيل الايدين كل ربع ساعه لازم اغسل ايديا يعني، واشرب ميه، لان زي ما احنا عارفين الفيروس عاوز واقف هنا اهو، يعني عاوز يخش على الرئه، لان لو وصل للرئه هنا المشكله وهنا الاشكاليه. حاجات كتيره جدا. طيب ايه علاقه مرض الكبد والجهاز الهضمي بهذا الكلام؟ ده اللي هنشوفه مع الدكتور عادل ايضا. لكن خليني برضو اللي احنا ما زلنا بنحيي وبنشد وبنقول شكرا لكل الدكاتره، دكاتره تمرجيه اسعاف، كل العاملين في الحقل الطبي، بنقول لهم شكرا، لان انتوا الحقيقه لازم تاخدوا التحيه والتقدير والاحترام، لان كنتوا الصف الاول اللي في المواجهه الحقيقيه. في شهداء كتيره جدا وقعوا من الاطباء، في شهداء كتيره جدا الاطباء لازم ان احنا يعني نساعدهم، مش ان احنا نقعد نهاجمهم ونقعد ان احنا زي ما شفنا نمنع دفنهم لما حد يتوفى رحمه الله عليها والكلام ده. كل ده لازم ان احنا نغير الفكره، لان الدكاتره دول هم العمود الاساسي لينا. ايضا الشرطه، الجيش الحقيقه عاملين دور كبير جدا علشان ان احنا نوصل لبر الامان. ايضا القياده السياسيه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عامله دور كبير جدا مع رئيس الوزراء دكتور المهندس مصطفى مدبولي، ايضا وزيره الصحه هاله زايد، وكل ده يعني بكل في من اجل مصلحتك انت. بقى عليك انت، بقى عليك تبقى في البيت، ما نشوفش المنظر اللي احنا شفناه في العتبه والمسكي. احنا داخلين على شم النسيم، مش عاوزين نقول ان احنا الجناين، لا جناين لا منتزهات لا بحر لا اي حاجه، التزم في البيت. المرحله مرحله صعبه، عشان كده بنقول من فضلكم اللي انتوا يعني تقعدوا في البيت، مهم جدا الفتره القادمه. طبعا بنمسي على الاستاذ محمد رمضان اللي هو المنتج الفني والمسؤول في قناه الصحه والجمال، ايضا بنمسي على الاستاذ وليد عماره، وبنمسي على الاستاذ تامر وكلهم، وبنقول لهم برضو انتوا كمان خليكم في البيت، وبيتكم هو الاستوديو قناه الصحه والجمال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك دكتور عادل. يعني طبعا احنا هنحط ارقام تليفوناتنا عشان الناس برضو اللي عاوزين يسالوا وكده وبتاع. ايه علاقه فيروس كورونا بالكبد والجهاز الهضمي؟ هل في علاقه كده هو بيحبهم ولا بيبعد عنهم؟
تسمح لي بس الأول أعزي الشهيد المقدم محمد الحوفي. اتفضل فندم. اللي استشهد أمس في العملية الإرهابية بتاعت منطقة الأمرية. وبعزي أسرة الشرطة كلها لأنهم هم خط الدفاع الأول عن مصر الحقيقة. وإحنا ممتنين لهم وممتنين لمجهودهم. ورحم الله كل الشهداء من الأطباء والشرطة والجيش. خالص التعازي لأسرة الشهيد محمد الحوفي. متفضل يا فندم. خالص التعازي إن شاء الله. طيب العلاقة بقى اللي هي ما بين فيروس كورونا والكبد والجهاز. شوف حضرتك فيروس كورونا اللي هو المستجد مش كده؟ هو كان موجود قبل كده. لا هو مش موجود. هو سلالة يعني خلي بال حضرتك إنها سلالة الأنفلونزا اللي بدأت من أول الأنفلونزا الأسبانية اللي أصابت حوالي 500 مليون مواطن ومات أياميها 50 مليون إنسان في الوقت ده. وبعدين تبعوا بعد كده أنفلونزا هونج كونج ودخلنا على أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور وهلما الأنفلونزات كلها. ده غير الأنفلونزا العادية اللي احنا بناخدها، ده برضو جزء من الفيروس. وأحيانا بنستخدم التنفلول اللي انت عارفه طبعا علشان نقاوم بيه الأنفلونزا. بعض الناس بيجيلهم أنفلونزا عادية شديدة جدا لكن احنا ما بنحللش الفيروس، لكن ممكن الفيروس ده يبقى حاجة تانية. فخليني أقولك سلسلة الفيروس ده ماشي من زمان، من سنة 1918 من أيام الأنفلونزا الآسيوية وماشي من 18 لغاية النهاردة حوالي 100 سنة. الحقيقة فيروس كورونا بيضعف كل مدى، يعني كل ما بيتقدم به العمر الفيروس بيضعف. ليه؟ لأنه المناعة بتقوى على الأيام. بمعنى أنه أول ما بدأ سنة 1918 مات 50 مليون. لما جت انفلونزا هونج كونج مات 2 مليون. لما جت انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور مات العشرات. بس منظمه الصحه العالميه بتقول ان فيروس كورونا اخطر ب10 مرات. لا. من ده منظمه الصحه العالميه. لا هو فيروس كورونا اخطر لان احنا ما نعرفش حاجه عنه دلوقتي. ولان احنا ما عندناش دراسات وابحاث اتعملت في الفتره كل الجائحه دي كلها بقى لها كام شهر. بقى لها 3 اشهر من اواخر ديسمبر. لما بدات في يوهان في الصين. لكن احنا ما عندناش الابحاث اللي تؤكد لنا هذه المعلومات، وبالتالي الفيروس بالنسبه لنا جديد. هناك كلام، يعني حضرتك لما تسمع كلام العلماء او الاطباء هتلاقي كل واحد بيتكلم في جزئيه شكل ومحدش بيتفق في جزئيه واحنا كلنا مختلفين في جزئيات لان احنا ما عندناش دراسه واضحه لفيروس كورونا. لكن الحاجه اللي احنا عارفينها واللي احنا متاكدين منها انه بيهاجم الصدر، بيهاجم الرئة. دي الحاجة الأساسية اللي احنا عارفينها. وبالتالي ممكن يعمل مشاكل في الرئة وضيق في التنفس وممكن يعمل التهاب رئة وحاد ويؤدي الى الوفاة. طب انا عاوز استعيد منك حاجة يا دكتور، وانت كنت بتتكلم ساعة ما كان زميلي مهندس الصوت بيركب له فيه، فكان زميل المخرج وليد بيقول لي ها يعني طب ما مش خايف ليه منه او كده وبتاع، فانت قلت لي انا استطيع ان انا اعرف ده عنده كورونا ولا ما عندوش كورونا. طب ازاي بدون ما تكشف عنه؟ هو دلوقتي احنا عندنا في مصر اعداد المصابين يمكن 2500، قربنا من 2500 يعني. وعدد الوفيات حوالي 178 تقريبا. داخلين على الميتينات يعني. لكن عندنا خلي بال حضرتك عندنا 550 واحد تم شفائهم. يعني ايه تم شفائهم؟ وحضرتك بتديهم دواء ايه عشان يتم شفائهم؟ ولا حاجه. ده هم لوحدهم بيخفوا. اللي بيخشوا العزل وبيخرجوا بيخفوا. وحضرتك لو جالك الفيروس وقعدت في البيت وتعزلت عن الناس هتخف لوحدك. كويس؟ اذا الفيروس ده ما هوش قوي بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها، لان لما يبقى عندي 2000 اصابه يخف منهم 550 بدون علاج لا، يبقى الحكايه محتاجه افكر شويه. هو بيخف ليه؟ يعني هم الناس دول عندهم ايه عشان يخف؟ اللي بيحصل في امريكا وبيحصل في اوروبا وفي اسبانيا ده موضوع تاني مختلف خالص، لانهم تركوا الموضوع والحبل على الغارب
وما اهتموش بيه أول الفيروس، عكس الصين. الصين قدرت تسيطر على الفيروس في شهرين ثلاثة الحمد لله، ما بقاش عندها إصابات، أو لو عندها إصابات عندها إصابات معدودة على الصوابع الحمد لله، برضو ما عندهاش وفيات، قدرت تسيطر على لا عندها وفيات بس بسيطة يعني وفيات، لكن لا تعادل أمريكا ولا إسبانيا. أنت عندك إسبانيا بتعتبر الدولة الثانية في عدد بعد الوفيات بعد أمريكا، النهاردة عندها عدد وفيات 550 واحد متوفي، عندها 5000 إصابة. تركيا فيها حاجة ومية وحاجة وفاة النهاردة. أمريكا عندها بالخمسميات وبالألفين النهاردة. خلينا نتكلم على إن إحنا عندنا في مصر الحمد لله الأمور محكومة كويس. إحنا عاملين كنترول كويس، وزارة الصحة عاملة كنترول كويس حالات، لكن نتيجة الناس نزول الشارع ونزول الأسواق ونزول الأداء برضه يؤدي إلى الإصابة يا دكتور. خلي بالك حضرتك، أنا كنت اتكلمت قبل كده على إن ليه المصريين ما بيصابوش. اشمعنى المصريين؟ يعني أنا رأيي الشخصي يعني إن المصريين مناعتهم قوية. طيب خلينا دكتور بعيدا عن المصريين فيها، خلينا في مريض إيه الكبد وفي يعني، طيب إذا يعني تأثير بقى المرض ده على مريض الكبد والجهاز الهضمي، نمسك حتة حتة عشان إيه. هناك هناك حالات اتسجلت بالنسبه لفيروس كورونا على البطن، بيعمل الام في البطن واسهال. الام في البطن واسهال، يعني لو واحد مثلا جاله اسهال هل نقول ده عنده كورونا ولا ايه بالظبط؟ لا ما تقدرش تقول كده. من ضمن الحالات الدوكيومنتد، احنا كل حالاتنا اللي واخدينها والدوكيومنت بتاعتنا واخدينها من يوهان من الصين. كل الصينيين الخبراء الصينيين لما اشتغلوا على الحاجات دي كلها. اشتغلوا على الام الحامل لما يبقى حامل هل ممكن تنقل الفيروس للجنين. اشتغلوا على ان الفيروس ممكن يعمل عقم عند الرجاله. اشتغلوا عند الفيروس ممكن ياثر على الكبد. اشتغلوا على ان الفيروس ممكن ياثر على الكلى. اشتغلوا على الفيروس ممكن ياثر على البطن ولا ما ياثرش على البطن. كلها دراسات بسيطه وخفيفه لم ترقى الى مستوى البحث العلمي. وبالتالي انا كطبيب وكاستاذ في الجامعه ما اقدرش احكم على مرض بدون بحث علمي. انما اللي اقدر اؤكده انه من خلال الابحاث العلميه اللي اتعملت كلها ان هذا الفيروس بيحب الرئه. الرئه بالظبط. احنا عندنا الهبات. طب ليه الرئه؟ الرئه هو فيروس بيحب الرئه، يعني هو بيخش عن طريق دروبلتس، عن طريق الرذاذ، مدخله من الانف ومدخله من الفم، بيدخل على القصبه الهوائيه. الجماعة المدخنين عرضة أكتر يجيلهم التهابات حادة في الصدر، لأن الجماعة المدخنين بيبقى عندهم ثقوب في الرئة، وده بيبقى مدخل سهل سهل. فالجماعة المدخنين أكتر. الرجالة أعلى من الستات شوية في العدوى، لأن الرجالة بحكم أنهم محتكين في الشارع شوية. ولكن الستات بدأوا يتصابوا دلوقتي، خاصة بتوع التمريض اللي محتكين بالمرضى. إنما الرجالة نسبة 2-1 بالنسبة للسيدات. فإحنا ما عندناش في البحث العلمي لغاية دلوقتي ما يؤكد أن الأمراض اللي بتصيب الكبد أو تصيب الكلى أو تصيب البطن أو تصيب الخصيتين وتعمل عقم، كل ده بحث علمي ما يرقاش الى البحث العلمي، وما اقدرش ادرسه للطلبه واقول لهم من ضمن اعراض فيروس كورونا انه يجي له التهاب في الكبد، ولكن قد يحدث. وفي حالات سجلت، انت عارف حضرتك ان في ام ولدت الجنين لقوا عنده فيروس كورونا. فقعدوا يحللوا، هو ليه الولد الوحيد اللي كان في الصين، قعدوا يحللوا هو ليه جاله فيروس كورونا. قال لك في احتمال من 3 حاجات، يا اما الام نقلت له، يا اما اللي بيولدوه استخدموا آلات ملوثه، يا اما الواد لما شالوه بعد كده عشان يحطوه في حضانه، او اللي كان شاله ده وحطه كان عنده فيروس. يبقى ده 3 اتجاهات، لكن ما حطوش ما يثبت ان الولد ده اتنقل له من الام فيروس. انما حطوا احتمالات 3. الاحتمال الاول ان يكون الام نقلت له، احتمال مش قوي، او الولاده اثناء الولاده، او الحضانه او الممرضه اللي كانت بتعامل 3. هل ده يرقى للبحث العلمي لما يقول في حاله؟ لا، ما اقدرش اقول كده. نفس الحكايه لما عملوا الدراسه على 9 ستات حوامل وخدوا منهم، انت عارف حضرتك ان البراز فيه فيروس ولا ما فيش؟ هل البراز ممكن يبقى ناقل للعدوى؟ محدش يقدر يقول كده. طب يا دكتور يعني خليني اسال سؤال دلوقتي، في يعني طبعا احنا الساده المشاهدين ارقام تليفوناتنا موجوده، واي حد عاوز يسال الدكتور في خصوص الكبد والجهاز الهضمي هو اي فيه، هو على استعداد ان هو يجاوب على كل اسئلتكم. لكن الدكتور في سؤال يعني حتمي عاوز اساله، في ناس يعني بنسمع ان هم خلاص شفى وخرج وكله ده فيه، لكن قالت لنا الصين اللي هي كانت المنبع اللي كان موجود فيه الوباء، قالت لنا في بعض من الناس رجعت لهم نفس الحاله تانية،
يعني شافوا ورجعوا تاني ايه لحاله ايه الوباء، رجع لهم ايه تاني، لدرجه ان هي مدينه وهوان في بعض المقاطعات فيها، لان هي مدينه كبيره مش مدينه صغيره المقاطعه، فعملت لهم حصار على بعض ايه من المناطق هنا جوه لان رجع ليهم تاني. هل بقى يطرح السؤال ان في ان لا نستطيع ان نؤكد ان من يشفى لا يصاب مره اخرى، او من المحتمل ان هو يصاب، وايه السبب ان هو يصيب حضرتك؟ الدراسه اللي اتعملت وجدت ان مرضى فيروس كورونا ممكن يبقى معديين في اول 7-8 ايام وقبل المرض ما يظهر. كويس؟ كل ما المرض قعد عند المريض كل ما بقى ينقل العدوى اقل. ليه؟ لان الفيروس لما بيقعد في جسم الانسان في اجسام مناعيه بتطلع تتكون، فبيعمل نوع من المناعه. هنا الفيروس بيقل في الاعداد، بيقل في التكاثر، وبالتالي كل ما ازدادت مده الفيروس في جسم، وعشان كده احنا بنقول العزل بتاعنا كام يوم؟ 14. لان الفيروس فتره الحضانه بتاعته كام؟ من يوم ل 14 يوم. ففي اليوم العاشر هذا المريض لا يعدي او نسبه الفيروسات عنده قليله. فوجدوا ان كل ما كان الفيروس انما في اول ايام يبقى معدي. حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه قوي، هم ليه الفيروس رجع؟ نفس القصه اللي عندنا اللي بتحصل في فيروس سي او فيروس سي على سبيل المثال. ان في ناس خدوا العلاج وربنا شفاهم وبعدين فوجئنا انه عندهم فيروس. عارف ليه؟ بيتعادوا تاني. بيتعادوا من ايه؟ من شخص يكون ايه؟ مصاب. ما هنا بقى هنا الاشكاليه يا دكتور، يعني انا دلوقتي طيب شفيت وكله وعملت العزل اللي احنا قلنا عليه البروتوكول الصحي، يعني خلينا عشان الناس برضو تفهم كلمه البروتوكول الصحي، لان ناس كتير بتقول لك ايه هو البروتوكول الصحي؟ ايه هو البروتوكول الصحي ده؟ اللي هي الارشادات، يعني المقصود بيها بالبروتوكول الصحي اللي هو على ما في اعتقادي وظني ان هو الارشادات، مش كده؟ اللي عايز اقول لحضرتك انه في يوهان وجدوا انه بعد المريض ما بيخلص او بيشفى كويس؟ بتفضل فتره عنده قابل انه يعدي اناس. يا نهار اسود. اسبوع بعد ال طيب خلينا ناخد ايمان عشان كده هم بيطالبوا انه يزودوا فتره العزل. يعني بدل ال 14 يوم نخليها 21 يوم. 21 يوم. طيب معانا ايمان من اسيوط، اتفضلي. السلام عليكم. الحمد لله، اتفضلي علي بس صوتك لو سمحتي. معلش اسال الدكتور سؤال بس بعيد يعني في الجهاز الهضمي. اتفضلي. انا كان وانا حامل في بنتي كنت باكل ورق. بتاكلي ايه؟ هو الدكتور فاهم ورق. فكنت كشفت يعني والدكتور كان اداني علاج منحت الحكايه ديت، قال لي في نقص في معادن وحاجات زي كده. ورق ايه اللي كنت بتاكليه؟ ورق يا فندم. ورق عادي؟ اي نوع. بتاع الوحم يعني. بس فرجعي الحاجه دي الكلام ده من 3 سنين بس بقالي بتاع 4 شهور هوات الحاجه دي رجعت لي تاني، فعملت تحليل كده الدكتور بيقول انت بيبقى نقص عندك كالسيوم وفسفات حاجه زي كده، فمديني علاج ما عملش معايا حاجه، وكان قال ده علاج جديد. وسؤال حضرتك عن ايه بالظبط؟ يعني عشان ايه؟ انا عشان الحاجه دي يعني الورق دوت بيبقى ليه اضرار وانا عاوزه ابطل ومش عارفه والعلاج ما عملش معايا حاجه. انك بتاكلي ورق يعني؟ ولا بتاكلي تباشير؟ لا ورق يعني دي طول عمرك. طول عمرك الدكتور في ناس بتبقى حضرتك الدكتور فاهم مثلا لو ايه مثلا عندها لو اطفال بياكلوا مثلا تراب مش عارف. انا عارف طبعا انا عارف في ناس بتاكل، في ناس وهي حامل بتاكل حاجات كتير قوي، حاجات لا تصدق. بس انا حضرتك بس انا حضرتك انا ولدت من 3 سنين كان الكلام ده بس رجعت لي تاني اليومين دول. وساعات يعني عارفه نفس الحامل لما تروح لحاجه اللي نفسها في الفسيخ واللي نفسها في الرنجه واللي نفسها في الليمون واللي نفسها فاهمه ازاي؟ فانت وفي ناس عندهم نقص في الكالسيوم فتلاقيهم بياكلوا طوب، وفي ناس عندهم نقص تلاقيهم بيرقشوا تباشير وهكذا يعني. فحضرتك بس حضرتك انا ولدت من 3 سنين اصبحت يعني مدمنت الورق. هو الورق مش هيعمل لك حاجه يعني، ما طالما الورق نظيف مش هيسبب لك مشاكل. طيب لكن هي حاجه نفسيه اكتر ولازم تتخلصي منها نفسيا مش بادويه يعني. طيب خلينا نروح لايمان من القاهره برضو، اتفضلي يا استاذه ايمان. ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا اسمي ايمان صلاح من مدينه نصر. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا كنت بس بحيي طبعا الدكتور عادل و الله يخليكي وسعداء بيه.
وكنت عايزة أسأله سؤال مهم جدا. اتفضلي. أنا عايزة أعرف إيه هو ارتجاع المعدة؟ أنا بعاني إن أنا طول النهار بكون كويسة جدا، وأول ما بدخل السرير وأحط راسي على المخدة بيجيلي نوع من الكحة الناشفة وانسداد في مناخيري، وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أعلي المخدة لكن الكحة بتفضل ملازماني طول الليل. كحة ولا ارتجاع؟ نعم؟ يعني ارتجاع أكل من معدتك بيعمل كحة؟ لا لا لا، مش ارتجاع، بحس إن في حاجات بتجري كده عند القصبة الهوائية بتاعتي وبتعمل لي كحة وحرقان في صدري وكحة طول الليل ناشفة. والكحة ناشفة؟ مصاحبة بسخونية ولا مفيش؟ لا مفيش سخونية، ورحت لكذا حد قبل كده وقال لي ارتجاع لكن مفيش أي دواء خففني. لا مش ارتجاع، انت بتتكلمي الارتجاع المريء ده حاجة والكحة حاجة تانية. واضح انا أول ما بنام بيجيلي نوع الكحة ده. ما أنا هقول لحضرتك على حاجة، بقى لها كام سنة معاكي؟ حوالي من 2014. واضح انها حساسيه. حساسيه. اه. ويبدو ان انت ما بتجيلكيش الحكايه دي الا لما بتخشي في السرير. فعلا ما بتجيش غير بالليل بس. لكن طول اليوم ما بيجيلكيش. لا. حضرتك المرتبه بتاعتك قطن ولا سفنج؟ اللي هي السفنج. في حاجه المخدات قطن ولا سفنج؟ المخدات قطن. آه بصي، ساعات الغبار بتاع القطن بيطلع في الأوضة، ولما بتحط راسك على المخدة ممكن الغبار يطلع بتاع القطن وبيعمل حساسية عند بعض الناس، فلو كان كده حضرتك تغيري المخدات القطن. لو انت بترشي أي مبيدات عطور في الأوضة، بتحط برفيوم، بتحط أي حاجة بالليل قبل ما تنامي، يستحسن بلاش منها لأن ده نوع من الحساسية. أفضل أن حضرتك تاخدي قرص الحساسية زي مثلا اي اقراص حساسيه زي التلفاست 180، تاخدي حبايه واحده مثلا على الساعه 8 9، اعتقد ان انت لما هتيجي تنامي مش هيجيلك الدور ده لو انت خدتي حبايه الحساسيه وما حطيتيش البرفيوم، ما حطيتيش حاجه في شعرك، غيرت الملايات وغيرت اكياس المخدات، ما يكونش عندك كمان حاجات في البيت، قطط او فراخ او بتربي او كلاب او كلاب بتربي كلاب، او حد بيدخن قدامك او بتنفضي. طب دكتور بالنسبه ان انا برضو يعني لما بنتقل من لا وطي التلفزيون، ويا ريت بس عشان ايه يعني هو سؤال فيه عشان ايه اخر سؤال عشان ايه بس ايه في ناس واقفه على الخط. لا يعني انا قصدي ان انا بنتقل مثلا من بيتي وبروح لمكان تاني، بكون مسافره مثلا في حته تانية، نفس الميعاد بالليل ابقى طول النهار كويسه، واول ما باجي احط راسي على المخده بيجيلي الكحه الفظيعه دي بالليل. دي حساسيه حضرتك، هتاخدي قرص الحساسيه. هتاخدي قرص الحساسيه، اعتقد انك انت هتبقي كويسه. طيب شكرا يا استاذ. خليكي على اتصال معايا، خليكي على اتصال معايا ونشوف الموضوع، نبقى نشوف الموضوع في ايه. شكرا يا استاذ ايمن. دكتور عادل، يعني خليني ارجع تاني للسؤال اللي بيرجع له. انت قلت يعني طالبين بدا 14 يوم لواحد ايه و20 يوم. طيب هنا مريض الكبد بقى يعمل ايه لما يحصل ان ايه يعني ايه البروتوكول اللي انت تحطه له علشان يحافظ على نفسه من هذا المرض؟ شوف حضرتك، مرضى بقى مرضى الكبد درجات. درجات معقوله ودرجات سيئه للغايه، وحالات الحقيقه بتبقى صعبه جدا. فالمرضى اللي عندهم حاله الكبد بتاعتهم كويسه بالنسبه للتحليلات والانزيمات بتاعتهم كويسه وصحيا كويسه، ما لا ما فيش خوف منهم. لكن هي المشكله في الناس اللي عندهم فيروسات وحصل تليف في الكبد، مناعته بتقل. كل الناس اللي خدوا بالهريسيا وخدوا فيروس سي المناعه عندهم الى حد ما ضعيفه. ليه؟ فيروس عامل مشاكل. وكبد جزء من المناعه على فكره، يعني الكبد حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي بيخش ميكروب. مين اللي بياخده؟ بيخش جزء منه الكبد بيخلصنا منه. كرات الدم البيضاء بتخلص اللي هي المناعه الطبيعيه. الكبد جزء من المقاومة الطبيعية أو المناعة الطبيعية اللي ربنا خلقها. اللي عنده مرض في الكبد مناعته مش حلوة، وبالتالي بقى في خوف عليه. إذا كنا احنا بنخاف على الناس الكبار اللي هم نقول كبار السن من فيروس كورونا، لأن دول مناعتهم مش حلوة،
كل ما بنكبر في السن كل المناعة ما بتقل. ده واحد. الحاجة التانية ان معظم كبار السن عندهم امراض مختلفة من اول السكر للضغط للقلب للمشاكل وهلوم مجرة وهلوم مجرة. دول بيبقى مناعتهم ضعيفة. طيب بص انا عاوز اتوقف هنا عشان في مكالمة من السعودية. استاذ منصور من السعودية اتفضل يا فندم. استاذ منصور. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا كيف حالك؟ يا هلا يا مرحبا. كيف حالك وكيف اهل السعودية؟ يا هلا بخير الحمد لله. انا بسألك يا دكتور سؤال. يوم اقوم من النوم حلق اليابس انا حسيب طارق بي يترجم يعني عندك الحل بس وطي التلفزيون ايه عشان نقدر ان احنا ايه نتكلم مع حضرتك. يعني الحلقه كل ما بيقوم من النوم بيلاقوا حلقه ايه بيتعبوا. حضرتك مدخن؟ لا انا مدخن ودخن بعد كثير. يا ما اصحى من النوم القى في الحلق اليابس سني برافضه. يعني مدخن ولا مش مدخن؟ مدخن. ادخن كثير. تدخن كثير؟ ايه بس اكلي عادي بس نوم. طيب لما انت بتدخن كتير يعني. يا شيخنا اسمعني. لو انت بتدخن كتير سؤالك يبقى ملوش معنى. لان ابسط حاجه لازم تبطل التدخين. لان التدخين بيعمل التهابات في الحنجره وفي الاحبال الصوتيه وهكذا وفي الصدر. فيبقى التدخين لو بطلته هيساعدك. انما ما تقوليش عايز ادخن وعايز ابقى كويس. لا ما عنديش ما اعرفهاش. الا اذا خدت علاج العلاج بقى ده عايز موضوع تاني. شكرا شكرا يا دكتور. شكرا اخ منصور. طيب دكتور يعني انت قلنا الحاله الجيده ما فيهاش خوف في الثابت. الحاله المتوسطه نبدا ايه نقلق ايه عليها شويه طبعا. الحاله المنهاره بقى. لا الحاله المنهاره هو منهار لنفسه. ده هيأثر فيه فيروس كورونا. ده بيجي لهم غيبوبه كبديه وبيخشوا في مشاكل ويتقيوا دم وعندهم بطنهم مليانه ميه ورجليهم مليانه ميه. ده حالات احنا بنعتبرها اند كيس يعني. خلاص انتهي انتهي. طيب فده الغريب والعجيب بقى حضرتك. الغريب والعجيب يعني ان احنا دلوقتي داخلين على شم نسيم. ما دي كارثه. هؤلاء المرضى اللي احنا بنخاف عليهم او نقول لهم يا حبيبي ما تاكلش بياكل فسيخ ورنجه. بعدين هنا الكارثه كمان. يعني احنا مش عاوزينهم. احنا لا عاوزينهم بياكلوا فسيخ ولا رنجه ولا عاوزين زيارات ولا عاوزين خروج. هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان اهله بيقعدوا ياكلوا على الترابيزه او ياكلوا جنبيه وهو واقف وبصل ورنجه وزيت ومش عارف وليمون وهو قاعد بيتفرج نفسه بتجري. فتلاقي واحده برضو مش فاهمه خد لقمه يا حاج ده بس من نفسك سندوتش صغير مش هيجرى حاجه. هذا السندوتش الصغير بيخلص عليه. دول بشوفهم كتير بعد شم النسيم. يعني احنا مرضانا بيكتروا بعد حاجتين. شم النسيم وعيد الاضحى. عيد الاضحى عشان اللحوم. طبعا. طب بتعمل ايه اللحوم؟ لا اللحوم الضاني بتعمل دخله في غيبوبه. يعني طب بياكلش حته صغيره ولا حته ربعيه. احنا بنديله حته 70 جرام وحته حمراء قوي مش معموله في السمن. واخد بالك؟ لا ما بنحرموش بس انت في العيد بتاكل. هلم جرها. معانا علاء من اسيوط اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا عامل ايه؟ الحمد لله اتفضل. سهلا. ممكن اكلم الدكتور بس معاك؟ اتفضل حضرتك. الدكتور معاك. ماشي ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. ازيك يا علاء؟ معلش يا فندم انا عايز اسال بس بالنسبه لواحد عنده واحد عنده ايه؟ فيروس سي. ده بيخلي المناعه ضعيفه قبل مثلا لاي امراض تخش وكده ولا عادي؟ السؤال ايه؟ السؤال ان هو عنده يعني عنده فيروس سي. اللي عنده فيروس سي خطوره فيروس سي على كورونا على فيروس سي ايه؟ ما انا قلت قبل كده قلت لحضرتك اللي عنده فيروس سي وعنده تليف في الكبد مناعته وحشه. وبالتالي دول عرضه لو جات لهم كورونا مش هتعمل مناعه عنده. بالعكس ده هيتاثر بسرعه لان مناعته ضعيفه. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم في المرض كورونا ده مناعه. مفيش غير مناعه. مناعتك وحشه انت مش حلو. مناعتك قويه وكويسه راجل رياضي ما بتدخنش ما بتسكرش. شكرا. بتاكل كويس بتلعب رياضه كويس محافظ على نفسك صحيا مناعتك زي الفل. ما عندكش امراض طبعا. كل ما جاء في جسمك مرض زي مرض السكر زي مرض الدرن زي مرض القلب زي مرض الكبد زي اي مرض بقى بعد كده ده بيقلل من كفاءة جسمك ومقاومته للمرض. خليني اقول لحضرتك بالظبط زي الحرامي ومجموعة جنود.
عندك ثلاث جنود وحرامي. لو مات اتنين جنود يتفضل جندي قصاد حرامي. لو مات الثلاث جنود الحرامي اشتغل لوحده. المناعه زي الحكايه دي بالظبط، عباره عن جنود واقفه جوه جسمك مستعده انها تقاوم الميكروب. الجنود دول عباره عن ايه؟ عباره عن كرات الدم البيضاء اللي هي النيتروفيلز، اللي اول ما بيخش الميكروب بتروح عشان ايه؟ تهاجمه. بعدين تبعت اشارات عن طريق البروتينات تبعتها لمين؟ للخلايا اللي هو الغده السيموسيه، او اللي هي الغده التائيه، او هي الغده اللي احنا بنسميها بتطلع البروتينات المساعده انها تروح تهاجم الفيروس. طيب. معانا محمود، اتفضل يا استاذ محمود. يا فندم ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتفضل سؤالك. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك، انا معاك، اتفضل. يا دكتور انا كان عندي ابني بقاله سنه عنده فيروس اباتش تايم بار. فيروس ايه؟ اباتش تايم بار. مش تايم بار فيروس؟ اباتش تايم بار. ايبشتاين. ايبشتاين بار. ايبشتاين بار فيروس. وهو بقاله حوالي داخل في 8 اشهر كده بياخد الحقن البنسلين عشان عمليه الحمى الروماتيزميه. وبعدين حقن ايه؟ حقن بنسلين؟ طول المفعول. بياخدها كل، كان بياخدها كل 15 يوم، دلوقتي بياخدها كل 21 شهر. ولا كل شهر؟ كل شهر. دلوقتي بيشتكي من الام في المفاصل؟ يعني عملته بقى، عملته تحليل الحمى، ده ظهرت عنده حمى روماتيزميه. طب واللوز اخبارها ايه؟ هو المشكله بقى مش في اللوز، المشكله في ان الغدد اللي عملت له التهابات في الغدد اللمفاويه، يعني بقى لها سنه ظاهره معاه، يعني ما بتروحش. في حاجه في الغدد ورمه؟ الغدد اللمفاويه ده تحت الاسفل فوق الزور كده، اللي هي الغدد اللمفاويه بتاعت الحلق. ايوه كده يا فندم، مكان ما انت مشاور كده حضرتك. مالها دي بقى؟ دي ده يعني هو على طول ملتهبه كده، ما بياخد علاج وخد، ما هو بياخد بنسلين طويل المفعول. يعني هي ساعات بياخد البنسلين بتظهر. يعني مع البنسلين، هو بصراحه انا مش عارف حكايه البنسلين ده، يعني ساعات بندي حبايه اسبن كل يوم، حبايه اسبن 1000، وبنبطل حقنه البنسلين طويل المدى. يعني ده ترند قديم كنا متعلمينه من 30 40 سنه فاتوا، حقنه البنسلين طويله المدى دي. لكن اعتقد انه لو ما فيش نشاط فيروسي، نشاط روماتيزمي جامد، والولد ما عندوش الام في المفاصل في الركب وفي رجليه وفي ايديه وكده، اعتقد ان احنا بنغير طيب البنسلين طويل المفعول بحبوب بياخد حبايه كل يوم. وبرضو عليك حضرتك تستشير دكتور القلب في القصه دي. طب دكتور، يعني خليني انا عاوز اسال سؤال، وده سؤال مهم جدا. منظمه الصحه العالميه وقالت في تقريرها، يعني لان انا متابع الصفحات بتاعتها وكده ومتابع تابع الكلام فيها، بتقول ما بين 80 ما بين 50% الى 80% كل من هو يتم وضعه على الجهاز التنفسي فينش. يعني بيقولوا ان خلاص طالما ان هو دخل على الجهاز ده التنفسي 50 ما بين 50 و80% ايه يعني خلاص، يعني حالته ما يقوس. عايز اقول لحضرتك على حاجه. النهارده ترامب رئيس امريكا بيتهم منظمه الصحه العالميه انها السبب في هذه المصيبه. يعني اتفضل يا فندم. ده يعني اتهام مباشر. النهارده ترامب اعلن كده، حضرتك لو دخلت على السي ان انا عارف من امبارح هو كان بيعلن ان هو بيتهم النهارده. فاعلن ان منظمه الصحه العالميه هي المتهمه الرئيسيه في هذه الهوجه بتاعت فيروس كورونا، لانها ليس لديهم كفاءات وليس لديهم حاجه كتير قوي. ف منظمه الصحه العالميه، هو في طبعا حصل تاخير في الاعلان، في الاعلان عنه. مشكلة بقى أمريكا ولا مشكلة منظمة الصحة العالمية؟ طبعا لأن المنوطة بالصحة في العالم هي منظمة الصحة العالمية. كويس؟ ففي كلام وفي ديبيت عليها، وكان مش مفترض. لا هو الوضع في أمريكا إن هو بيغطي الفشل بتاعه، لأن هو الله أعلم. في فشل وكشف، يعني كورونا دي كشفت أشياء كثيرة جدا في أمريكا. في حاجة تانية. ده هو بيتهم كمان الأطباء اللي عنده في أمريكا إنهم غير صالحين للعلاج. لأن إزاي يحصل عندهم وفيات وعنده أطباء على أعلى مستوى، عنده أجهزة على أعلى مستوى، فبيتهمهم بالتقصير. النهارده ترامب بيتهم الأطباء عنده بالتقصير، بيتهم
منظمة الصحة العالمية World Health Organization، دي منظمة الصحة العالمية بالتقصير، فالعملية كلها بالتقصير. حضرتك أثرت نقطة مهمة قوي، العيان اللي بيخش على الفنتليتور اللي هو على جهاز التنفس الصناعي، في كلام على انه الفنتليتور مميت بالنسبة للعيانين دول. من ضمن الأبحاث اللي اتعملت ان اللي بيطلع ان الفيروس لما بيخش بيكسر كرات الدم الحمراء. لما يكسر كرات الدم الحمراء يطلع منها مادة البروفرين او مادة الحديد. مادة الحديد دي اللي بتترسب في الرئة. فالناس كان الاول بيقول لك احنا كنا فاكرين ان هو التهاب رئوي من الفيروس، لكن طلع دي تسرسبات ترسبات حديد موجودة فين؟ واضح انه ان مش الحل هو الفنتليتور. احنا عندنا في المستشفى لما بنحط عيان على فنتليتور بنعرف ان هي جت. ليه؟ خلاص يعني من النادر انك تلاقي عيان يعني بينجى من الفنتليتور. انت بتحرك حياته كلها الموضوع تاني خالص. واللي بيتحط على فنتليتور ده ما فيش رئة شغالة. الفنتليتور معناه ايه؟ معناه رئة صناعية، انت ركبت له رئة صناعية. فبتدي له اكسجين صناعي وبتدي له هواء صناعي. وهو في غيبوبة، خلي بالك اللي بيتحط على فنتليتور ده مش صاحي. ده غالبا في غيبوبة. فمشكلة الفنتليتور دي عليها كلام ومش هو المنقذ. ولكن المنقذ العلاج اللي هيبقى ده يتعالج بيه النهاردة، انت عارف حضرتك الصين واليابان علاج اللي هو الافاكان جايب نتيجة اللي هو احنا استوردناه، احنا مصر استوردته. الرئيس السيسي الحقيقة عمل مجهود عشان يستورد هذا الدواء وتصنعه شركاتنا في مصر، وهيكون مطروح في الاسواق قريب باذن الله. الصين واليابان اشتغلوا بيه، لما اشتغلوا على البليكانين اللي هو الهيدروكلوروكوين بتاع الروماتويد نتائجه ما كانتش حلوة قوي. الفرنسيين اشتغلوا هيدروكلوروكوين او مع الازيثروميسين جابت بعض النتائج وبعض النتائج ما جابتش. فالبلاكانيل اللي العالم كله اتكلم عليه ان هو علاج ناجح ناجح ناجح، الحقيقه عنده مشاكل كتير لانه بيأثر على عضله القلب وبيعمل عمى في بعض الناس، فمصايبه اكتر من فوائده. طيب خلينا ناخد اتصال معانا، اتصال تليفوني. مين معانا؟ فرحات. السلام عليكم. ايوه فرحات اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا فندم دلوقتي موضوع الحلقه عندكم خليك في البيت. ايوه حضرتك دلوقتي يا فندم، طب والعماله اللي هي قاعده دي في البيت؟ معلش انا اخرج عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. لا هو احنا بص حضرتك يعني احنا يعني هل في مشكله في، انا هجاوبك على السؤال العماله هنعمل ايه، بس ان شاء الله هل في مشكله حابب تطرحها على الدكتور؟ لا الحمد لله ما فيش حد من عندي ولا اولادي فيهم اي حاجه. طيب وحضرتك بتتكلم في مشكله اجتماعيه كلنا حاسين بيها، كلنا حاسين بيها وكلنا مقدرينها يعني ومقدرينها، وان شاء الله احنا بنخليك في البيت. يعني ايه يعني بعد ما يعني قصدنا ان يعني لازم تقعد في البيت، ولازم لان المرض ما بيرحمش حد لا كبير ولا صغير. يعني احنا يعني مش معقوله ان احنا يعني طب انت خرجت من البيت ورحت بنقول خليك في البيت، يعني في ناس عاوزه تخرج حتى بعد في اثناء الحظر. يعني احنا بنتكلم يا فندم دلوقتي، انا دلوقتي واحد شغال في مطعم معلش، والملحه بتاعت الرئيس ما جاتليش اصلا. طيب سيب رقم تليفونك وهنكلمك بعد الهوا ان شاء الله. طيب دكتور يعني خليني اللي انا اطرح فيه النهارده، منظمه الصحه العالميه يعني يمكن حتى بنتابعها وبتقول فيه، وعلى رغم الخلاف اللي ترامب وكده الكلام ده، انما هي ده خلاف داخلي، لكن هو حتى الديمقراطيين قالوا له ان انت بتدخل ده مع ده يعني ايه وكده. لكن بالنسبه للادويه النهارده منظمه الصحه يعني حتى النهارده في تحليل في جريده لوموند الفرنسيه بتقول ان لن تستطيع اي دوله في العالم او بالذات وخصصوا الامريكان، قالوا لهم مش هتقدروا تعملوا اي دواء الا لما ترجعوا لمنظمه الصحه العالميه، لان لو طلعت منظمه الصحه العالميه وقالت لن اقبل هذا الدواء فاذا ايه كله ايه هيبقى في شينك. تسمح لي اكلمك في الجزئيه دي. منظمه الصحه العالميه ما بتعتمدش دواء الا اذا اجري عليها الابحاث في كذا مركز وكذا سنتر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دوله زي فرنسا بتشتغل على الدواء، مثلا سين الدواء خارج من فرنسا من شركه سانوفي مثلا، لازم يكون عملوا على الدواء ده ابحاث. ابحاث معناها ايه؟ انه مر بتجارب من اول القطط للكلاب للمعمل للبني ادمين اللي بيتبرعوا علشان ياخدوا الدواء ويشوفوا عندهم المشاكل، بيحصل مشاكل او بيستفيدوا او ما بيستفيدوش. كل ده بيتعمل بيبرز وبيطلع بيه دوكيومنتس تقول ان الدواء ده بعد التجارب على 1000 عيان او 2000 عيان وعلى القطط بيسمح ليه.
دواء جائز شرعا شرعا صحيا شرعا صحيا وبالتالي احنا بنعتمده كمنظمه صحه عالميه. فمنظمه الصحه العالميه بتعتمد ما تم من ابحاث حتى النهارده لا يوجد ابحاث طب دكتور خليني ارجع للجهاز الهضمي. ايه علاقه بقى الجهاز الهضمي بالفيروس ده؟ ما انا قلت لحضرتك ان ممكن نلاقي في البراز نفسه لقينا الفيروس لكن ما قدرناش نعمل منه اجسام مضاده. لكن النهارده احنا بنتكلم على الاجسام المضاده اللي في الدم. انت عارف حضرتك ان احنا النهارده اي عيان بيجي له فيروس بيكون اجسام مناعيه في الدم. احنا ممكن ناخد البلازما ده اللي هنعمل منه ايه؟ الدواء اللي احنا بنسميه اللقاح. احنا عندنا مصل وعندنا لقاح. اللقاح هو عباره عن الفيروس مضاعف مضاعفينه بطريقه معينه ده اسمه لقاح. لكن المصل اللي هو الاجسام المضاده بناخد من المريض دمه ونفصل منه الاجسام المضاده وفي البلازما ونحقنهم للمرضى. فده كان امل لمرضى كورونا انك بتاخد بلازما مليانه اجسام مضاده بتاع عيان خف وتنقله لمين؟ على فكره ده حصل في ايران يعني برضو في التجربه دي حصلت في ايران بتاعت موضوع ايه البلازما. كل الدكاتره جربت كل حاجه. جربوا عارف جربوا ايه؟ جربوا البصل والثوم. طب خلينا نشوف البصل والثوم. نشوف منى من الشرقيه. منى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا يا مرحبا. انا ابني عنده سنه ما شاء الله ربنا ودخت بيه عند الدكاتره كتير قوي. اي حاجه بيجيبها بيرجعها على طول باستمرار مش عارفه اكله اي حاجه خالص. في اخر مره رحت للدكتور قال لي هو عنده ارتجاع في المريء. ارتجاع في المريء اداني علاج وكده بس العلاج ما جابش برضو اي نتيجه وزي ما هو. بقول لك ايه وانت بترضعي؟ طبيعي. بترضعي صدرك مليان لبن؟ عادي طبيعي. لا مش طبيعي، ما هو في ستات صدرها عندها كميه لبن بترضع الولاد بحيث ان اللبن بيطلع لغايه حلقه. فحضرتك لا هو ابن يعني اللبن اللي عندي ايوه ما هو حضرتك لازم ترضعي وتطبطبي على الواد كده عشان تطلعي الهواء، ومش كل ما هو قاعد عماله مطلعه له صدرك وبترضعيه، لانه انا عارف الامهات عايزه العيال تكبر وتتخن فحطها على صدرها على طول. والورد ما بيصدق، الواد عنده مصاصه. اي عيل طفل مولود بتديله حلمه الصدر بيفضل ماسك فيها وكانها شخشيخه، والام فرحانه بكده انها بترضع. فممكن لبنك يبقى كتير، وده بيبقى بنسميه احنا عندنا نوع من زياده اللبن او القشط. لكن انا ما اعتقدش ان طفل في سنه يجي له ارتجاع مريء، لان ارتجاع مريء ده قصه ثانيه مختلفه، عباره عن ان المريء العضله من الحلقه بين المريء والمعده بقت ضعيفة بتفوت زي جلدة الحنفية ما تفوت فالأكل يرجع. ففي سن سنة ما اعتقدش ان ده ارتجاع مريء، ولكن ده لبن زيادة. حضرتك راجعي نفسك تاني وقللي كمية اللبن وطبطبي على الوالدة كده عشان يطلع الهواء ويتكرع فما يحصلوش الارتجاع. طب دكتور الامساك والتقلصات اللي في المعده دي هل بسهل ان الفيروس يغزها؟ كورونا ما بيعملش امساك. ما بتعملش امساك. كورونا يعمل اسهال. اسهال. لانه بيعمل التهاب داخل خلايا المصارين. ولما يحصل التهاب في خلايا المصارين تقوم تحمل حركه سريعه. الحركه السريعه داخل المصارين اللي احنا بنقول عليها في القولون العصبي، انت عارف القولون العصبي؟ طبعا. القولون العصبي ده عباره عن امساك واسهال. مره القولون يبقى بيلعب كده بيرفرف ومره يبقى ما بيلعبش خالص. وده عشان كده عصبي بنقول عليه عصبي. فالفيروس ممكن يعمل كده. وزي ما قلت لحضرتك انه اي حاجه هتطلع على فيروس كورونا دلوقتي الناس هتصدقها. لانه ما فيش ابحاث. ما فيش دواء سيتلد، يعني ما فيش دواء اتعمل عليه بحث جامعي او بحث مركزي او بحث هيئات الابحاث اللي احنا بنتكلم فيها. عشان نعتمده دلوقتي احنا كلها تجارب تنجح هنسقف لها. لكن وبعد كده هنبقى نعتمدها في منظمه الصحه العالميه. بعد ما تنجح. طب هنا السؤال يا دكتور بصراحه، هل من المتوقع ان يتم حصول على مصل او لقاح او سميها فيها قريبا؟ لان هناك حتى كل العلماء اللي في الخارج بيقول لك 13 شهر. اللقاح والمصل مش هو الوقايه. ليه؟
انت النهارده لما بتدي شلل الاطفال بتدي اللي عندهم شلل الاطفال ولا اللي خايف يجيله شلل الاطفال؟ اللي خايف اللي يجيله شلل الاطفال. ايوه يعني انا لما اعمل مصله ولقاح يبقى عايز ادي الشعب كله. مش هو ده كده؟ انا مش هعمل كده. انا مش هعمل كده. يعني مش هدي مثلا 100 مليون كل واحد ادي له مصل. مصل ده هيبقى تضييع وقت وهيبقى يعني استهلاك اموال طائله ما لهاش حد يعني. محدش بيعمل كده في العالم يعني. ان انا افضل ادي 100 مليون وامريكا 300 مليون او 400 مليون ياخدوا كلهم مصل والصين مليار وربع ياخدوا كلهم. لا مش ينفعش. فالمصل ده حالات وقايه يمكن نستخدمه او نستخدم اللقاح في الناس اللي محتكين قوي زي اطقم التمريض، اطقم الاطباء في العزل، اامن الدكاتره بتوعي، اامن التمريض بتاعي، واخد بالك عشان ما يتعدوش. طيب لكن ما اقدرش ادي الناس كلها. دكتور يعني عشان خلاص احنا بنشطب كده دلوقتي، مرض كورونا او فيروس كورونا كشف لنا حاجه مهمه جدا، وهو ان هو الحامي الله سبحانه وتعالى ونعم بالله، ولكن ان هناك الاطباء هم يعني الان هم لابد ان يكونوا هم في المقدمه في مجال الاعلام، في مجال التكريم، في في لا يعني بيكشف لنا في. فهنا ايه اللي مطلوب دلوقتي النهارده؟ يعني النهارده توجه رساله لابنائك وتلاميذك الاطباء اللي هم ليهم يعني بيناموا دلوقتي منهم ما بينامش يعني، واخد بال حضرتك؟ عشان في وتقول ايه للمريض وتقول ايه للناس اللي احنا بنقول لهم خليكم في البيت. بص بالنسبه للاطباء انا بعتبر الاطباء حقيقه يعني انا بشوف نماذج انا الحقيقه بحترمها جدا 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 جدا. الاطباء اثبتوا انهم على قدر المسؤوليه. الاطباء محتاجين حد يقدرهم علشان يثبتوا اكتر من اللي هم فيه. لعلم حضرتك في ناس لو قالوا له تعالى طبيب تعالى اشتغل في العزل يجري. اطباء بتوعنا كلهم بيجروا عشان يروح العزل. محدش امتنع. احنا عندنا اطباء من الجامعه كلهم بدروا اول ما جالهم القرار من رئيس الجامعه على طول روح الحته. حاضر يا فندم. الولاد واخدين شنطه السفر بتاعتهم عارفين انه داخلين مكان العزل هيناموا جوه مش هيروحوا بيتهم. فدي نقدر نقول عليهم دول جنود حقيقيين مقدرين المسؤوليه وعارفين قيمه الطب يعني ايه. طيب. كون الناس ما تعرفش ده مش مشكلتنا احنا، انما احنا عارفين قيمه الطب ويهمنا في المقام الاول ان المريض بتاعنا يخف وسعادتنا في شفاء المريض حتى لو اتهمونا ان احنا بناخد فلوس وبيغال عليهم او ما بنغاليش، لكن سعادتنا الاساسيه هي شفاء المريض بتاعنا. طب بتقول لي المريض مريض؟ المريض بتاعنا في نوعين من المرضى، مرضى ملتزمين جدا وانا بقدرهم وبحترمهم ودول عندهم الامكانيات اللي تقدر تمنحهم ان هم ما ينزلوش وبيخافوا على نفسهم وناس مثقفه وواعيه. بيخافوا. يعني في ناس مرعوبه ما بيخافوا. فدول يعني دول ناس كويسين طيبين. الغالبيه العظمى من الشعب حقيقه مش ملتزمه. ولولا القرارات الحظر يعني كانت الدنيا بقت سيئه للغايه. القرارات الحظر بالرغم من الزحام الصباح في اماكن كتيره في مصر ممكن يعمل مشاكل، لكن يبدو ان الظروف الاجتماعيه هي اللي بتحكم على الناس وكل واحد عنده اكل عيش وعنده بيته وعنده فمضطر. والنهارده لو انت شفت النهارده اسبانيا وفي كاتالونيا وفي مدريد نزلوا النهارده 3 مليون بس ببروتوكول صحي ماشي. يعني نزلوا ببروتوكول إيه؟ صحي ولكن في وعي كمان نزلهم يعني ايه يشتغل. بس قال لك ليه؟ لان احنا لو مش هنوقف الحياه بس برضو ببروتوكول صحي ممكن نموت من الجوع قبل ما نموت من كورونا. ايوه بس شفنا لابسين كمامات لابسين جوانتيات. ده اللي انا عايز اتكلم فيه. وفي بعد يعني حتى كان البعد كمان ده كويس قوي. انا ما عنديش مانع ان الناس تنزل وما عنديش مانع ان الناس تشتغل وما عنديش ناس تدور على مصلحتها واكل عيشها، بس احترس. كمامه جوانتيات معاك ازازه سبرتو في جيبك شغله البوسه والحب لا 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 خلاص بقى يعني بلاش شويه واخد بالك. كل احنا عندنا عاده مصريه كل ما تقابل واحد صاحبك بالحضن والبوس تشوفه الصبح تاخده بالحضن وتشوفه بعد ساعتين تاخده بالحضن تاخده بالحضن تاني. دكتور يعني نلتزم بالتعليمات، نلتزم
مش ضروري نقف في حته كلها زحمه، يعني لما تيجي في مثلا النهارده حتى نقف في المسافه. شفنا مناظر بالنسبه لعشان شهر رمضان، كل سنه وحضرتك طيب وكل المسلمين طيبين. الناس نازله تشتري حاجات رمضان، جمعيات التعاونيه او جمعيات الاستهلاكيه زحمه جدا. ما هي ده هي خطوره كويس. فهي دي خطوره يعني. ممكن تشتري بس عايز عمليه، عايز واحد ينظم ينظم التنظيم بالتنظيم. وكمان في نقطه اخيره احنا عاوزين نقول يا دكتور، ان الامور كلها يعني ممكن تصير على خير اذا احنا التزمنا بالبروتوكول الصحي، عشان يبقى الامور كلها تبقى ايه. ما هو مش هنلتزم بالبروتوكول الصحي لانه احنا لازم يكون عندك حد مخالف وحد ماشي عكس اتجاه. احنا عندنا قانون في المرور والناس بتمشي عكس اتجاه. كويس. يعني لو انا جاي على الكوبري اللي نازل هنا لقيت واحد جاي ايه مخالف ايه، لازم هتلاقي كده. ما هو دي طبيعه في الناس. مش هتلاقي ملائكه كل الناس ملائكه. الملائكه لا تسكن في الارض. الملائكه لا تسكن في الارض. فعندنا نصوم في شاشات. لكن انا برضو بحيي الدوله الحقيقه برضو. طبعا بالتاكيد بتعمل جهود الحقيقه. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والاعانات اللي هي بتصرف للعمال والعمال اللي هي العمال اللي بيقولوا عليها العمال اللي هي العماله المؤقته او الغير دائمه، وبتصرف 500 جنيه. وشفنا الاماكن اللي بيصرفوا منها، قاعدين على كراسي محترمه بينها وبينهم متر، بيطبقوا التعليمات. احنا على فكره دوله تعرف تعمل كل حاجه بس لو التزمنا، ولو حبينا نعمل حاجه هنعملها لو التزمنا. احنا دوله كويسه الحمد لله. طبعا مصر يعني عندنا دوله كويسه وعندنا نظام لو عملناه هيبقى 10 على 10، واحنا شعب كويس. لا الحمد لله طبعا شعب مصري طيب، شعب طيب كمان. وعندنا شعب طيب عشان الطيب عشان كده كلهم في الشارع. دكتور عادل الركيب استشاري واستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه الازهر، وعضو الاتحاد الاوروبي والاسيوي الاسفيكي للكبد كده اللي هو بتاع جنوب شرق اسيا. شكرا يا فندم على حضورك، وده طبعا انا سعدت بلقاء وتشرفت بلقاء حضرتك. انا سعدت بلقاء حضرتك وسعدت بالتواصل مع الجماهير النهارده، ويا رب كل مصر تبقى بخير. ويا رب انا قلت لهم ده يعني قبل العيد الاضحى يكون عندنا خلصنا من الفيروس، لان احنا لو قعدنا فتره اكتر من كده هننهار اقتصاديا. لا العالم كله احنا جالنا اكتئاب يعني. احنا جالنا اكتئاب والهسس كمان اللي جاي فيه، اكتئاب ورعب وخوف وناس واقف حالها. فنتمنى ان احنا نخلص من الفيروس باسرع ما يكون، وبدعي للناس كلها. يعني زميلي بيقول لي في الاربيس ان هو سخن وكده، مراته بتقول له انت عندك كورونا يعني. لا انا بقعد في العياده، انا بروح العياده. بيخش لي العيان انا بيكح، اول ما يخش عندي يكح. انا بترعب نفسي يعني، انا كدكتور بترعب. انا يعني عايز اقول لحضرتك انا اول مره في حياتي كدكتوره اترعب. لا طبعا المرض ده اول عيان ما يشوف وشي بيكح. شكرا دكتور عادل. مشاهدينا الاعزاء طبعا بالتاكيد يعني في النهايه لازم نقول ان احنا قصدنا خليك في البيت، مش ان احنا نمنع الناس ان هي تنزل تشتغل، لا كلنا عاوزين ننزل نشتغل عشان الانتاج، علشان نصل الى احسن مرتبه في العالم. لكن احنا بنقول لك البروتوكول الصحي. يمكن الدكتور قال النهارده ان اسبانيا نزلت ناس تشتغل في 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 في, في بعض من المدن يعني، لكن كانوا ماشيين ببروتوكول. تعال شوفوا ازاي لابسين كمامات، لابسين جوانتيات، بيغسلوا ايديهم، وكان المسافات بعيده عن بعض يعني، هلو يعني من بعيد يعني كده اهو، او سلام عليكم يعني، كل ده. عشان كده احنا بنقول يا جماعه البروتوكول الصحي ده مهم جدا. شم النسيم جاي اقعد في بيتك، ما تنزلش، اقعد في بيتك. ما تروحش البحر، ما تروحش المنتزهات، ما تروحش. يا سيدي انت رحت كتير، احرم نفسك السنه دي معلش. رمضان جاي ان شاء الله فيه، وربنا يمكن يفرجها علينا ان شاء الله. وحتى لو اضطر الامر ان احنا نصلي في بيوتنا، هنصلي في بيوتنا وندعي ايه ان شاء الله ان ايه الوباء ده يمشي ان شاء الله. طبعا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لابد التقدم بالشكر للاستاذ محمد رمضان، الاستاذ تامر عبد المجيد حميد، لكل ايضا المخرج وليد عماره، وكل العاملين بالتصوير داخل الاستوديو وخارج الاستوديو، والناس الزملاء اللي موجودين في الكنترول، احنا بنشكرهم جدا. طبعا بالتاكيد جو ميديا هنقدم لكم ان شاء الله في رمضان، يعني شركه جو ميديا المسؤوله عن البرامج هنا كلها في القناه، مقدم لكم في شهر رمضان حقيقي برامج جديده، برامج مفيدة.
مفاجآت مسابقات، يعني بعيدا عن الكورونا بقى وبعيدا عن الهم والهسس اللي احنا عايشين فيه، هتكون هتلاقوا فيه مطبخ، هتلاقوا فيه فوازير، هتلاقوا فيه تسالي، هتلاقوا فيه برامج صحية وطبية وإرشادات، كل ده إن شاء الله جو ميديا هتقدمها لكم إن شاء الله خلال شهر رمضان. بشكر وليد عمارة المخرج، وبقول له شكرا يا وليد على يعني إن أنا بكون سعيد جدا لما بكون معاك سواء أنت أو محمد عزت وكل الزملاء، وطبعا ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج صحبة وأنا معهم. حتى ذلك الحين لكم مني أرق المنهى، هو طارق عبد الجبر يقول لكم تصبحوا على خير وتصبحوا على حب وتصبحوا على الورود وبعيدا عن أي وباء إن شاء الله، وتسعدوا ويكونوا في سعادة. إلى اللقاء.